بدأت أعمال المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة 2021 الذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة إيرانيين وأنصار المقاومة من أكثر من 50,000 موقع في 105 دول وبحضور الآلاف من أعضاء مجاهدي خلق في الشف الثالث بألبانيا. وانضم المشاركون إلى الملتقى من سيدني إلى هاواي عبر الإنترنت رغم فارق التوقيت 20 ساعة. وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في كلمة ألقتها في اليوم الأول من المؤتمر إن تعيين رئيسي من المتورطين في مجزرة عام 1988 والتي طالت 30,000 سجين سياسي أكبر هزيمة وفضيحة في تاريخ مسرحيات انتخابات نظام الملالي وتسارع في مسار الانكماش وعمليات الجراحية وأقصاء المقربين في داخل نظام الملالي في مرحلته النهائية. لا شيء يفسر تعيين رئيسي لرئاسة السلطة التنفيذية سوى الخوف من الانتفاضة والاحتضار السياسي لولاية الفقيه. وأضافت طلبنا وطلب شعبنا يتلخص في 3 كلمات الحرية والديمقراطية والمساواة. وطلبنا من المجتمع الدولي الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتحقيق هذه الكلمات الثلاث. على الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية اعتبار مجزرة عام 1988 إبادة بشرية وعلى مجلس الأمن الدولي اتخاذ الترتيبات اللازمة لمحاكمة خامنئي وإبراهيم رئيسي وأي جئي وغيرهم من المتورطين في هذه المجزرة وأن لا يستقبل رئيسي في الدورة المقبلة في الأمم المتحدة في الجمعية العمومية وأن نظام الملالي لن يتخلى أبدا عن مشروع القنبلة الذرية وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب في المنطقة. لذلك يجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة باعتباره التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين. وأكدت السيدة رجوي أن النظام يعاني من مأزق السقوط سفاح على رأس الجهاز التنفيذي ومنفذ عمليات الإعدام والتعذيب على رأس السلطة القضائية وملا متعطش للدماء خامنئي على رأس النظام بأكمله. وفي الواقع فإن قطيع أكلي لحوم البشر قد اكتمل. هذه التركيبة معبرة عن مرحلة السقوط التي يعيشها نظام ولاية الفقيه أكثر من 1000 قرينة وعلامة. يتفاقم الصراع بين النظام والمجتمع الإيراني أكثر من ذي قبل، مثل ما رأينا حالة مماثلة في عهد الشاه عندما لجأ إلى الحكم العسكري وعين الجنرال أزهاري رئيسا للوزراء، المحاولة التي جاءت بنتائج عكسية. رأس مالنا جيش العصيان والانتفاضة للشباب الذين نزلوا إلى الشوارع في تشرين الثاني نوفمبر عام 2019 وتتمثل قوتنا في الشبكة العامة لمعاقل الانتفاضة التي زادت من النضال على مدى العام الماضي أكثر من ضعف ما كان عليه في العام السابق. وأضافت السيدة الرئيسة المنتخبة للمقاومة تدافع المقاومة الإيرانية وبخطة واضحة عن حق الحكم الذاتي لجميع المقاومات المضطهدة في إطار وحدة أراضي إيران وسيادتها وسلامتها وترفع راية علاقات عادلة تقوم على احترام الاستقلال والسيادة الوطنية والمصالح المشتركة مع الجيران والعالم. ومع انطلاقة أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية تظاهر آلاف الإيرانيين في ميدان براندبورغ في برلين وأقيمت تجمعات إيرانية في 16 عاصمة ومدينة رئيسية بما في ذلك باريس وواشنطن ولندن وأمستردام وستوكهولم وأوسلو وفيينا وروما وجنيف وبشكل متزامن مع ملتقى إيران الحرة. وشارك المشاركون عبر الإنترنت وتابعوا وقائع المؤتمر عن طريق شاشات كبيرة. وفي اليوم الأول من ملتقى إيران الحرة تكلم السيد يانس يانشا رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ودانا برازيل الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الأمريكي والسيد ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي السابق وفرانكو فراتيني رئيس الوزراء الإيطالي السابق وباندلي مايكو رئيس الوزراء الألباني السابق وعشرات من السناتورات ونواب بارزين من الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من بينهم السناتور مينانديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والسناتور روي بلانت والسناتور تيد كروز والسناتور بن كاردن والنائب كوين مكارتي والنائب حكيم جافريز وكذلك الجنرال جيمس جونز مستشار الأمن القومي في عهد باراك أوباما وعدد من الوزراء الأوروبيين السابقين
من بينهم وزراء الخارجية السابقين الفرنسي والإيطالي والبولندي ووزيري الدفاع البريطاني والفرنسي السابقين وزعيم أكبر حزب الشعب الأوروبي. آلاف المعارضين الإيرانيين حول العالم احتشدوا لتنظيم مؤتمرهم السنوي وطالبوا بمحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي اتهموه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. المؤتمر يعقد عبر الفيديو تحت عنوان إيران الحرة 2021، وقد ربط جميع المعارضين الإيرانيين حول العالم مع شخصيات سياسية غربية وشرقية يؤيدون طروحاتهم. من أبرز المشاركين كان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الذي قال إن رئيسي سيلعب دور وريث خامنئي ووصوله إلى السلطة لا يبعث التفاؤل في مستقبل إيران. أظهرت هذه الانتفاضات عدم وجود أمل إيراني في الانتخابات كقناة جوهرية للتغيير، والانتخابات الرئاسية الأخيرة أوضح مثال، حيث كان اختيار إبراهيم رئيسي كرئيس لآية الله وليس للإيرانيين. زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي قالت في كلمتها إن نظام طهران في مأزق والشعب الإيراني يقترب من النصر لتحرير بلاده على حد وصفها. منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووش اعتبرتا انتخاب رئيسي بمثابة ضربة لحقوق الإنسان حول العالم ودعتا إلى التحقيق معه بشأن دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء. معنا الآن مشاهدينا من واشنطن عبر سكايب علي رضا جعفر زاده نائب رئيس ممثلية مجلس المقاومة الإيرانية في أمريكا، أهلا بك معنا. يعني المطالبة من قبل مريم رجوي بمحاكمة خامنئي ليست بالجديدة، ولكن ربما ما هو الجديد في هذا المؤتمر، مؤتمر المعارضة السنوي، هو الحديث عن رئيسي الآن بعدما أصبح الرئيس الإيراني. هل استطاعت بالفعل أن تكشف المزيد من سجل رئيسي الذي يعني يراه كثيرون بأنه ملطخ بالدماء؟ شكرا جزيلا على استضافتي. الأمر الجديد في هذا المؤتمر ولهذا العام هو أنه لا يتم التطرق من خلاله إلى سجل رئيسي الذي تم التطرق إليه في مؤتمر اليوم، لكن من خلال إجراء جهة موحدة لهذه المحاكمة، لأننا نعلم كافة جوانب هذه الجريمة. لكن السؤال المطروح، ما الذي يجب فعله وما الذي استطاعت السيدة مريم رجوي فعله اليوم، هي بأنها قامت بخلق أو بتشكيل حملة عالمية وصوت عالمي من أجل محاكمة رئيسي. إذا ما نظرتم إلى الجهات والأسماء السياسية البارزة التي حضرت هناك، فلدينا زعيم لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الذي كان قد طالب هو بدوره بمحاكمة رئيسي، ومن على المقلب الآخر لدينا ممثلون من مجموعة الحزب الديمقراطي، وهناك بعض زعماء الأقليات في مجلس النواب مثل السيد مكارثي، وأعداد كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين طالبوا بمحاسبة النظام الإيراني ومحاسبة رئيسي. وفي أوروبا هناك أصوات قوية، هناك نائب رئيسي وزراء سلوفينيا الذي الآن يترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، ونفس الاتحاد الأوروبي الآن الذي يتفاوض مع إيران، لكنه يطالب بالمحاسبة ويطالب بالوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد. لذا هذا الصوت الموحد الذي نراه في هذه المرة يجعل النظام في أضعف نقاط له.
له، لأن هناك أصوات على الأقل من أكثر من 1000 صوت اتحدوا من المعارضة من مجاهدي خلق الذين كانوا قد تطرقوا وعالجوا مجموعة من النقاط في هذا المؤتمر وتحدثوا بصورة مباشرة، وهذا يظهر مدى قوة الناس ورغبة الناس الذين يعيشون داخل إيران للتغيير والدعم العالمي من أجل ذلك. ولكن سيد علي، يعني كيف تستطيع المعارضة تحويل هذا التوحيد، هذا الصوت الذي تتحدث عنه، الصوت الموحد الذي يضع النظام في موقف صعب كما قلت، كيف تستطيع المعارضة تحويله إلى خطوات عملية باتجاه تحقيق الهدف بمحاكمة خامنئي ورئيسي؟ هذا سؤال وجيه للغاية. لعلكم لاحظتم بأنه كان هناك مجموعة من أعضاء البرلمانات في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين بمقدورهم أن يطرحوا تشريعات وأن يتحدثوا عن هذا الأمر بلغات مختلفة. هناك أصوات متزايدة في الكونغرس الأمريكي لمحاسبة النظام الإيراني. لا نسمع هذا من الجمهوريين فحسب، بل نسمعه من الديمقراطيين. والتطورات التي تحدث في إيران من جهة أخرى تجعل المطالبات الأخيرة أكثر قربا من نهايتها، فالناس بدأوا يدركون هناك بأن هذا النظام قد فقد دعمه حتى من أقرب المؤيدين له. أكثر من 90% من الناس في إيران قد قاطعوا الانتخابات. هذا هو جزء آخر من الانتفاضة التي رأيناها في إيران. لذا من خلال تذكير كافة دول العالم بأنهم إذا كانوا يتعاملون مع النظام الإيراني فأنهم بذلك يتعاملون مع نظام ديكتاتوري ونظام بات على وشك السقوط. هذا سوف يشكل فارقا كبيرا لكافة صانعي سياسات إذا ما كانوا يرغبون بالتواصل مع إيران. هذا المؤتمر قد أظهر للعالم بأن هناك شراكات حقيقية مع التي يجب أن تتم مع المعارضة، وليس مع رئيسي أو مع وزارة الخارجية، بل مع الشعب الإيراني الذي يتم تمثيله من خلال لهذه المقاومة. ولعلكم رأيتم الدور الذي لعبته السيدة رجوي من خلال تمثيل ورسم مستقبل واعد لإيران، فلديها خطة واضحة للمستقبل، وحجم الدعم الذي تم حشده كل هذه العناصر بدورها سوف تفضي إلى إسقاط النظام وتبني سياسة حاسمة من قبل الغرب. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معنا عبر سكايب من واشنطن مشاهدينا علي رضا جعفر زادة، نائب رئيس ممثلية مجلس المقاومة الإيرانية في أمريكا. مؤتمر المعارضة الإيرانية في تيران يلقي الضوء على مجازر الرئيسي. فتحت عنوان الدعم العالمي لانتفاضة الشعب الإيراني والبديل الديمقراطي، تعقد المعارضة الإيرانية جلساتها لليوم الثالث من مؤتمرها السنوي العام، ويركز المؤتمر على المجازر الجماعية التي شهدتها إيران عام 1988 ودور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الجديد فيها. لمتابعة أقرب لمؤتمر المعارضة الإيرانية في تيرانا تنضم إلينا من معسكر أشرف 3 مقر مجاهدي حركة خلق في العاصمة الألبانية موفدة الحدث زينة عدي. مرحبا بك زينة، وبداية يعني كيف وأنت في المعسكر، كيف يتفاعل الناس مع انعقاد هذا المؤتمر وهل يأملون فيه الكثير؟ نعلم أن هذا المؤتمر هو سنوي تعقده المعارضة الإيرانية.
نعم تحياتي. يعني في الواقع اليوم هو اليوم الثالث والأخير لفعاليات المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية. المشاركون اليوم من المقاومة الإيرانية يعني متفائلون ويرون تابعوا خلال هذه الفترة 3 أيام الكلمات التي ألقاها المشاركون من مختلف أنحاء العالم من القادة السياسيين ومن دول أوروبية وأمريكا وأيضا دول عربية. تلك الكلمات كانت تؤيد الشعب الإيراني وأيضا تؤيد المعارضة الإيرانية في مطالبها المحقة بإعادة السلطة إلى الشعب الإيراني وأيضا أن يتوقف الظلم في إيران من قبل القيادة الإيرانية الحالية والتي قامت بانتهاكات في حقوق الإنسان في إيران منذ 4 عقود. بالنسبة لليوم فعاليات المؤتمر ستكون يعني شقين. الشق الأول متعلق بالتركيز على دور إبراهيم رئيسي وهو رئيس إيران القادم في مسؤوليته في مجزرة عام 1988 والتي راح ضحيتها أكثر من 30,000 شهيد من المعتقلين كما يقولون من المعتقلين السياسيين من المقاومة الإيرانية. إذن الشق الأول متعلق بذلك بإدانة إبراهيم رئيسي وسحب الشرعية منه كرئيس وأعطاء الشرعية للشعب الإيراني. الكلمات من الحضور تدل على ذلك. بالنسبة للشق الثاني متعلق أيضا بالردود الأوروبية حول ما قامت به إيران باستدعاء سفيرة سلوفينيا في طهران بسبب مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في هذا المؤتمر وكيف عبر عن رأيه في أن النظام الإيراني يقوم بانتهاكات حقوق الإنسان. وبالنسبة للنظام الإيراني وجد بأن كلمته كانت قاسية جدا ولم يتقبل النظام الإيراني والمنظومة الحاكمة هناك. نعم. الآراء التي ظهرت خلال هذا المؤتمر. نعم زينة، حملت الأخبار أيضا أن ربما هذه الجلسة أيضا ستخصص وقت لمناقشة الكيفية التي يمكن أن تدعم بها الانتفاضة أو الثورة الإيرانية داخل الأراضي الإيرانية وكيف يمكن أن تقدم المعارضة هذا الدعم. يعني نعم، يعني في الواقع المؤتمر اليوم بعنوان الدعم الدولي لانتفاضة الشعب الإيراني، ففعلا هناك كلمات مخصصة لبحث كيفية دعم الإيرانيين في الداخل خاصة وليس فقط المعارضة في الخارج، خاصة بأن المقاومة الإيرانية في هذا المؤتمر كشفت عن تواصلها المباشر مع 1000 موقع في إيران في الداخل الإيراني، كشفت عن كيفية التعامل مع النشطاء في الداخل وكيف تتم يعني التعاون بينهما بين الخارج والداخل في التحضير لانتفاضة شعبية تكون قوية ربما مع قدوم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. الكلمات اليوم تركز على ذلك وننتظر في الشق الثاني أيضا ربما سيكون هناك يعني إبراز أكثر للدور الفعلي الذي سيقوم به الغرب لدعم الشعب الإيراني والمعارضة الإيرانية. نعم. ونحن سنبقى معك وسنبقي عينا على هذا المؤتمر وكل التطورات. شكرا موفدة الحدث زينة عدي من معسكر حركة أشرف 3 معسكر حركة مجاهدي خلق. وسط مشاركة دولية واسعة جدد المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية التأكيد على الاستمرار في النضال لإيجاد حل لأزمة بقاء النظام في السلطة وخطورة سياساته الداخلية والخارجية. مؤتمر المعارضة الإيرانية يضع المجتمع الدولي على المحك بين التعامل مع النظام الإيراني أو مساندته نضال الشعب الإيراني، هكذا لخصت السيدة مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية نتائج المؤتمر بعد 3 أيام من الانعقاد المستمر تدخلت فيه عدة شخصيات سياسية عالمية لتساند نضال الشعب الإيراني ضد النظام الملالي والعمل على دعمه لإسقاط النظام.
نندد بالنظام الإيراني الذي أصبح تهديده ليس فقط لفرنسا ولا لأوروبا ولكن تهديد للعالم أجمع. وفي شهر يونيو 2018 محاولة التفجير الإرهابي في فرنسا وتم الحكم عليها من طرف محكمة بلجيكية هي الدليل القاطع بأن إيران وخارج حدودها أصبحت مصدر تهديد للعالم. المعارضة الإيرانية تعتبر أن مؤشرات سقوط النظام في طهران أصبحت بارزة وكثيرة وتطالب بمزيد من الدعم لتحقيق ذلك، مذكرين بضحايا النظام وإعدام 30,000 إيراني سنة 88 بمشاركة الرئيس الإيراني الحالي، التي تطالب المعارضة بمحاكمته على جرائمه. واعتبرت المعارضة نفسها أنها كانت الفاضحة لأسرار البرنامج النووي الإيراني. العاجل الآن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون موحدة وراء المعارضة الإيرانية ورئيستها المنتخبة السيدة مريم رجوي والشعب الإيراني، لأنهم أحسن حلفاء لضمان إيران حرة. المؤتمر خلص إلى الاستمرار في نضال المعارضة الذي بدأته منذ سنوات من أجل تحقيق الهدف الأسمى وتحرير الشعب الإيراني من سطوة نظام ولي الفقيه. مؤتمر المعارضة يؤكد مرة أخرى على الاستمرار في النضال لإسقاط نظام الملالي في طهران، كما يؤكد على ضرورة البحث مع المجموعة الدولية من أجل محاكمة الرئيس الإيراني الحالي على المجازر التي ارتكبها سنة 88. الأخطر فرات لقناة الإخبارية بروكسل. نعم هبة، يعني هي للتو فقط بدأت تجمع هنا في ساحة الجمهورية في العاصمة باريس. يعني يذكر أن التجمع في العادة تكون الأعداد المتجمهرين أكبر، ولكن بسبب كورونا لم يسمح بأعداد كبيرة كما صرح لي أو كما ذكر لي الآن المصدر الإعلامي الإيراني. كان من المفترض أن تكون الأعداد أكبر ولكن تم الاكتفاء بأعداد قليلة، ولكن هنالك العديد الآن من سيحضر أيضا المؤتمر الذي سيعقد على مدار 3 أيام، يعني في 10 و11 و12 من يوليو، وهو مؤتمر لإيران الحرة والذي تم بناء عليه أيضا تنظيم هذه المظاهرات التي هي جزء من حراك في عدة عواصم أوروبية بالإضافة إلى خارج أوروبا أمريكية. أيضا هنالك حوالي 50,000 نقطة، يعني حوالي العالم سوف تخرج اليوم تضامنا مع الجهات الإيرانية المعارضة للحكم الملالي في إيران. كما يذكر هنا أيضا المعترضون يعني ينددون بالرئيس الرئيسي، يعني إبراهيم الرئيسي الذي سوف يتولى ولايته الجديدة الآن في إيران، حيث حسب يعني الجهات المعترضة أو أيضا المعارضة الإيرانية أنه هو حليف للنظام الذي قام بإعدامات وإجرام بحق الإيرانيين في السابق في عام 1988. يتهم يعني الرئيسي بإعدام العديد أو يعني الموافقة على إعدام العديد من الأشخاص الإيرانيين في ذلك الوقت، وبالتالي فهو مطالب بما يسمى محكمة الموت. هذا ما تسميه هنا المعارضة الإيرانية، وتطالب بأن يعني تندد بتولي الرئاسة الجديدة الآن
لإبراهيم الرئيسي، وبالتالي فإنه سوف يكون هذه المظاهرات هي جزء أيضا من هذا المؤتمر الذي سيكون على مر 3 أيام، وسيكون هنالك أيضا الكثير من المواضيع والمتطلبات والمطالبات التي تجدد تذكيرها كل سنة وكل عام المعارضة الإيرانية من خلال هذه المؤتمرات. وسيكون هنالك شراكة أيضا دولية وأيضا أعضاء من الكونغرس الأمريكي ونواب، يعني يذكر أنه حوالي 1000 شخص سيشارك خلال هذا المؤتمر. هبة، نعم بلقيس ابقي معي.